أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرى البعض من الناس يدهنون بزيت القات، فهل ادهانهم صحيح؟ وبعض النساء يدهن بزيت الحشيشة، فهل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز، لأن هذا معناه ترويج هذه الخبائث، ويقال إنه يعصر منها ويتروج عند الناس، تستعمل للإسكار وللتفتير، ولا يجوز، يجب القضاء على هذه الأشياء. نعم.